المجنون لا تصح منه الصلاة لأنه لا نية له صحيحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن بألفاظ متعددة، منها رفع القلم عن ثلاثة منهم ذكر المجنون حتى يعقل. وتأتي مسألة وهي مسألة المغمى عليه أو من به غيبوبة، فبعضهم قد يظل يوماً أو يومين أو شهراً أو شهرين ثم يفيق، فهل يقضي تلك الصلوات؟ بعض العلماء يقول إذا كانت قليلة كثلاث صلوات أو أربع صلوات أو خمس صلوات فإنه يقضي، إن كانت كثيرة فلا. والذي يظهر عندي من أنه لا يلزم بأي صلاة مرت عليه فخرج وقتها أن يقضيها. لما؟ لأنه شبيه بماذا؟ بالمجنون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم المجنون حتى يعقل، فهو شبيه بالمجنون وليس شبيها بالنائم حتى نلزمه. وذلك لأن هناك فرقا بين المغمى عليه أو بين من به غيبوبة وبين النائم. النائم إذا أيقظته استيقظ، لكن هذا لو أيقظته ما استيقظ.